السلام عليكم. الله يحييك. يا مرحبا بكم. الله يحييك. السلام عليكم. كل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله. الجوال دق قاعد ما. طبعا بالنسبة للتواصل الاجتماعي نحتاج الى كلمة تعطي التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الله يحييك أخوي فهد. الله يسلمك. ونقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نحمد الله على إتمام شعائر الحج والعيد.